شكرا جزيلا. ربما وصول الإخبارية لهذا المكان حسب ما أعلن الجميع هنا بأنه رافقه هطول الأمطار كما تشاهدون، وهذه إن شاء الله فاتحة خير على المكان وعلى أهله. بدون شك بأن هذا المشروع الذي يقع عليه الآن أو على امتداده الآن كما تشاهدون هو في منطقة صبر. هذه المنطقة تعد في محافظة لحج وهي شمال عدن، يسكنها قرابة 1.25 مليون نسمة، يوجد فيها 12,000 نازح. هذه المنطقة أو هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع تحسين سبل العيش الذي أطلقها مركز الملك سلمان. ماذا يعني تحسين سبل العيش؟ يعني أن هذه المشاريع رصف الطرق يشارك فيها مئات العمالة الذين يأخذون أجرا فيستفيدون قوتا من هذا الأجر. أضف إلى ذلك بأن هناك عدة من المشاريع، لكن في هذه اللحظات اسمحي لي واسمح لي مشاهدنا الكريم أن ألتقي بمحافظ لحج سعادة اللواء الركن أحمد تركي. حياكم الله سعادة اللواء، شكرا جزيلا على قبول دعوة الإخبارية. الأمطار ما شاء الله، المشاريع الطيبة، أولا نبارك لكم افتتاح هذا المشروع ونبارك لكم هذه الأمطار، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة على اليمن وأهلها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. أولا نرحب له ممثلين قناة القناة الإخبارية السعودي، وأن اليوم نحن طبعا ندشن ونفتتح المشروع الرصف هذا الذي أتى في ظل تبوين مركز الملك سلمان. هذا المشروع مسافته 3500 كيلو متر مربع بمبلغ تقديري 140 ألف دولار. مركز الملك سلمان قدم كثير من الخدمات. قبل 13 يوم أو 18 يوم قمنا بافتتاح 4 مدارس بتكلفة 575 ألف دولار. إضافة ذلك مركز الملك سلمان يقدم خدماته في مجال الإغاثة، لأن عندنا نحن 12 ألف نازح، وكذلك يقدم الإغاثة للساكنين المحليين، ويقدم كثير في مجال صندوق النظافة، عمل جماعي وتقديم هذا المشاريع لكل المحافظة. نتقدم الشكر والتقدير للقيادة السعودية بمثل الملك محمد معنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان. شكرا جزيلا سعادة اللواء، ونتمنى فعلا أن تكون مشاريع في مصلحتكم، ونسأل الله أن تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة بإذن الله ويعم بنفعها البلاد والعباد يا رب العالمين. شكرا، أشكركم وأشكر القناة وأشكر على، وأتمنى طبعا لنا إحنا احتياجات بالذات في مستشفى بن خلدون، عندنا مستشفى استراتيجي ومحوري يضم 15 مديرية لعدد 1.3 مليون نسمة. هذا المستشفى متهالك، نحن بحاجة إلى الدعم. أعتقد أنه ضمن الاحتياجات، نعم، أعتقد أنه ضمن الاحتياجات اللي رفعتوها المركز الملك سلمان. وأعتقد أنه من اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا. إذن شكرا جزيلا لمحافظ لحج سعادة اللواء الركن أحمد تركي. بقي أن أقول بأن بدأت أولى خطوات الحكومة في عدن بالعمل على إزالة مخلفات المتواجدة في عدن والمتكدسة بأشكال كبيرة على وقع هذه الأمطار وتحت زخات هذه المطر. نقلنا ما دار هنا في محافظة لحج وهي من أهم المحافظات من 15 مديرية، وسنبقى معكم إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك من محافظة لحج موفد الإخبارية ناصر حبتر، شكرا جزيلا لك.